اش غادي نقول لك؟ بالنسبه لاخويا في الحقيقه ما يروج في المواقع بالنسبه لبوبا انديسون اللاعب ديال الوداد، اللاعب اللي عطى الشيء الكثير، اللاعب اللي كان كنا كنتمناو انه يكون عنده واحد المستقبل ظاهر، مستقبل ديال الاحتراف، وانه ما يخصو حتى خير، ولكن ساءت الظروف ما عرفتش. ولكن ما يمكنش تحكم على الانسان، كاين في بعض الاحيان انه العقليه داك لي سيلول ديال الانسان كل واحد كيفاش كيتقبلهم، ربما الاكتئاب، ربما ما غادي نقول لك، ربما الزواج ديالو مع الفرنسيه، ربما بزاف ديال التاويلات اللي جات. علاش بوب اندرسون ولا متشرد؟ علاش بوب اندرسون اللي ولا خارج يعني ولا غير في الوعي ديالو؟ علاش بوب اندرسون مشى ليه الدماغ، مشى ليه العقل ديالو، ما بقاش هو بوب اندرسون الانسان اللي واقعي واللي كنا كنتظروا منه انه يكمل المسيره ديال الكرويه ديالو في الاحتراف فرنسا ويكون بخير وعلى خير. ولكن شاءت الاقدار هي هذه، لانه ما يمكنش تحكم على الانسان، كل واحد بطبيعته وكل واحد بالحاله ديالو، كل واحد بالظروف ديالو. بوب اندرسون ضاع، مشى، مرض. كنتمنى من المسؤولين ديال الوداد، كنتمنى من الغيورين على الوداد، كنتمنى من لي اولتاز ديال الوداد يديروا واحد الالتفاته ويسقسيو على هذا اللعاب، يسقسيو عليه في الكوت ديفوار، يسقسيو عليه في العائله ديالو. كما شفتوا نداء وجهته الاخت ديال بوب اندرسون، كطالب فيه المسؤولين، كطالب فيه الناس اللي لعبت اللي لعب معاهم الكره، على انهم يشوفوا من حاله، يشوفوا من الظروف ديالو باش يتعالج، باش يرجع الحال ديالو الطبيعيه. لانه لا يعقل انسان دوز واحد الفتره زاهيه مع الوداد وما يمكنش نكر الخير. الوداد ما معروفينش بهذا الشيء، دائما كيوقفوا في الصراء والضراء على اللاعب، اي لاعب داز من هذا الفريق، الفريق الام الوداد. كنتمنوا مره اخرى نداء للمسؤولين ديال الوداد، نداء لرئيس الفريق الوداد، نداء للالتراس ديال الوداد، نداء للغيورين ديال الوداد، نداء للناس اللي لاباس عليهم على الوداد. كنتمنى شي ناس من الكوت ديفوار انهم يشوفوا من الحاله ديالو ويعالجوا بوب اندرسون، لانه انسان ما دووش القليل، وكنا مرتاحين ليه ودوز ايام سعيده وايام جميله مع الوداد. وهذا المطلب ديال الجماهير، مطلب ديال الناس الغيورين على الوداد، اننا نقلبوا عليه، نسقسيوا عليه، نشوفوا من حاله، لانه كيحتاج وكيتستحق منا واحد الالتفاته من جماهير الوداديه، من المسؤولين ديال الوداد على بوب اندرسون اللي عطى الشيء الكثير للوداد الرياضي البيضاوي.